سلام خير. نعم 10 سنين ما جيت. نعم مي الله يبارك هذيك خير اخر تعب واش راك سلام تقدر يوالف هاي راه خصك تقول كلمه ابو زيد اخويا راني حشام انا لا تقدر تشرح هذه بغيتي قولي 10 سنين ما جيتش لا ما كانش 10 سنين كانت 6 هكا 6 تنعم وكيفاش انا قررت انك تجي هنا بحدانا جينا لازم نجيو نزوروا البلاد نشوفوا نشموا الهواء نجيو للصحراء شويه سخانه ضربنا فوالا الله يبارك وين في بسكه انا وين يعني وين هذا عايش ليه في معمص حدا مرسي حدا مرسي انا عمي وعلى هالشيء اللي خليك 6 سنين ما تجيش تزورنا هكا هذيك هي مع الكوفيد قبل الخدمه الفاكونس ما كانش هذيك هي الدراري يقراوا وكذا انا هذيك الله يبارك كل يوم تفرحان كي جيت لازم نفرحوا لازم الحاجه الحاجه اليوم جا ولدك الحمد لله يا راك فرحانة به انا به بغيت تخرج جبتي ليا بنيه علاش ماشي ماشي يا بابا تعشي ماشي شي بنيه او قال لي يهضر مع الحاجه هي قال لي لاباس هاي فرحتي هاي 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 ها